السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث رسائل. الأولى لكم يا أهل التصوير، الله يبارك فيكم ونشكر جهودكم. الله يعينكم وتحملونا بعد حنا زيادة. الرسالة الثانية، مرحبا بالجميع، الضيوف وجماعة وكل الناس، الله يحييهم. الرسالة الثالثة للعريس، نقول الله يبارك لهم ولا نقول لهم إلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، وفقكم الله. الناس من الله أسعدك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أحب في هذه الليلة المباركة أن أهني زميلنا الأخ علي خالد الشلوي بمناسبة زواجه الليلة، وأتمنى له حياة سعيدة وبالرفاء بالبنين إن شاء الله. وأشكر الأخ موسى الشهري من فنون الجنوب على حسن التغطية والأداء في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك لأن الإزعاج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لزميلنا علي الزواج وأقول له ألف مبروك، والله يصلح لك، ونشكر على حسن الاستقبال وفوت الاستقبال، والله يبيض وجهك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الرجيم عبد المعقيل زميل علي في العمل. الله يوفقك ويتم عليك خير ويسعدك حياتك جديدة وبرفع المدينة إن شاء الله من هذا الأحسن. وشكر للإعلامي موسى. والصلاة والسلام على نبينا محمد. أبارك لأخوي وزميلي علي الشلوي، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقه في حياته الجديدة وليرزقه بالذرية الصالحة وليبارك له. أتمنى له التوفيق، أخوك يحيى الشهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبني بيتك يا أبو خالد وعباه البنين، والله يسعد حياتك الزوجية الجديدة معك أخوك صالح الزهراني. أشكر أخوي موسى الشهري الإعلامي من قناة فنون الجنوب. تبارك الأخ خالد بن علي بن خالد الشلوي على زواجه ومناسبته الكريمة، الله موفقكم ويجمع بينهم بالخير. تبارك لأخوي علي وقول ألف مبروك وألف ألف مبروك. أخوي علي وقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله وبارك لهم وبارك عليهم وأجمع بينهم بخير، والسلام عليكم. نبارك للأخ علي بن خالد بن حجين زواجه، ونقول له كما قال الرسول، الله مبارك لهما وأجمع بينهم بخير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبارك لأخوي علي بن خالد بن حجين على الزواج، أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم بخير. وأشكر الحضور على فاعل وأخوان ورفع كلهم وبيض وجهك على تغطية الحفل، الله يعطيك العافية. شكرا. نشكر أخونا الإعلامي موسى الشهري على الحضور المميز والتوفيق. مبارك لأخي وحبيب غالي علي بن خالد، له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك للعريس علي بن خالد الشلوي على زواجه هذا الليل، والله يبارك لهم ووفقهم ومنها المال ومنها البنون، والله يوفق الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله يوفق الشباب إن شاء الله. لا ليك لنا دخل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أهني ابن العم علي بن خالد على زواجه وأقول الله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة. ونشكر الإعلامي موسى الشهري على التغطية، جزاك الله خير. بارك الأخ علي بن خالد الشلوي، بارك الله لهم وجمع بينهم بخير. أحب أبارك لخالي علي
جاهز نرميها. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الليلة مبروكة إن شاء الله، أبارك لزميلي أخوي علي، نسأل الله له التوفيق والسداد، حياة سعيدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي ضيوفنا الحاضرين الليلة باسم خالد بن حكيل وعياله، الله يحييهم ونبارك لأخونا الغالي علي بن خالد، نتمنى له إن شاء الله حياة سعيدة، وعسى الله يوفقه، عسى الله يتممه إن شاء الله بالخير، ونشكركم على حضوركم. ألف مبروك يا علي. عيدا. ألف مبروك يا علي. ما شاء الله. ألف مبروك، ألف مبروك يا علي.